منها فساد وسرقة هاي الأموال مبالغ طائلة جدا، هاي إضافة إلى الصندوق اللي صار به دعم دولي ودعم إقليمي ودعم حتى من دول الجوار وبعض المنظمات الإغاثة العالمية وحتى المحلية. كون هاي المبالغ سيطرت عليها أحزاب وزعامات سياسية، الأموال لو صرفت بشكل صحيح وبمكان مناسب لما نحتاج لهذه اللحظة إلى أي سكن أو خيمة سكنية توئي وتحفظ الأخوة وأهلنا النازحين. أستاذ، هنا مشكلة كبيرة جدا اليوم اللي صار وصار من نقص الخدمات هي فساد. يعني راح أوضح لك بوحدة منهن، المساعدات وزارة الهجرة والمهجرين هي اختصت بدعم النازحين بالمواد الغذائية، ولكن أوصلوها تالفة ومنتهية الصلاحية. من تجي تقارن أسعارها المالية يعني تم شرائها بمبالغ مالية زهيدة، عندما يتقاسم هذا المال وعندما يتساوى يطلع ملايين الدولارات هو الفارق، وهذه في جيوب سياسيين. إضافة إلى ذلك تم شرائها من قبل سياسيين وزعامات معروفة. اليوم اللي دنعاني مو كل المناطق اللي تم تحريرها من إرهاب داعش إنه هي انتهت بنى التحتية مالتها والبيوت اتهدمت، لا، احنا نعرف الجانب الأيمن بالموصل واضح هذا الشيء. نعم، إضافة إلى تم الإعمار بالجانب الأيسر، هذا شيء واضح، الموصل المنطقة القديمة بهذا الجانب ويراد نعم لها إعمار، ولكن ماكو رقابة حقيقية من قبل الحكومة. المشكلة الحقيقية هناك أكثر من جهة، هناك أكثر من جهة سياسية وميليشياوية وحتى إقليم كردستان يتحمل هاي المسؤولية. بعض المخيمات عنوة ما خلوهم يرجعون لمساكنهم، وإذا تحبون أذكر لكم مخيم آشتي اللي صاير في إقليم كردستان، محافظة السليمانية تحديدا، مسيطر عليه بيشمركة، منعوا أهالي من العودة بنازحين من مناطق صلاح الدين ومحافظة الموصل اللي توفت بها الطفلة سما، وحقيقة هذا الشيء موجع جدا. تاريخ اللي ذكرته الحكومة العراقية تحرير العراق من داعش مر عليه أكثر من 4 سنوات، زين، أكثر من 4 سنوات مقابل تلك المبالغ الطائلة لإغاثة النازحين، وليس لبناء المدن. أكو فرق، تعمير المدن هم صار بيه صندوق ويعرفون من هي الجهات الباقية سواء كانت غربية أو شمالية، نفسهم هم معروفين كانوا محافظين، وهاي الأسماء معروفة ورنانة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الإعلامي. ولكن أنا رأيي الشخصي وهذا تقديري الشخصي وأنا مسؤول عن هذا الكلام، بقائهم النازحين هو يدر أموال لجيوبهم بحجة السياسيين دي يجمعون إغاثات من جميع الدول وتنزل لجيوبهم. النازح وصل مرحلة قلن مال نفط ما عنده. زين، أنت ليش ما ترجع للبيت؟ أضافة إلى ذلك أكو مدن تحررت والبنى التحتية مالتها ما بشي، ولكن مسيطر عليها الميليشيات. نعم، هاي المخيمات مسيطر عليها الميليشيات، مثل مخيمات عزيز بلد، جهة ميليشياوية مقربة من إيران معروفة أنها مسيطرة عليها، تمنع عودة أهاليها. هذه شي يسموها؟